السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب تلت ابتدائي أهلا وسهلا بكم مع درس جديد وهو الدرس الرابع من منهج الكونكت فور ودرس النهاردة طبعا في يونت 7 طيب احنا عارفين ان يونت 7 بتتكلم عن ايه بتتكلم عن الكونتريز او البلدان المختلفه حول العالم وتعرفنا على اصدقاء كتير والاصدقاء دول عرفونا بنفسهم وقالوا على جنسياتهم وكمان عرفونا على الحاجات او الاكلات اللي بيتناولوها في وجبه الافطار طيب النهارده هيعرفونا على السكول بتاعتهم المدرسة بتاعتهم ويا تري ايه المواد اللي بياخدوها في المدرسة تعالوا نشوف مع بعض ونتعرف اكتر بيقضوا يومهم الدراسي ازاي. اول حاجة عندي المواد الدراسية او السكول subjects school subjects يعني مواد دراسية واول مادة عندنا هي German, German. نقول مع بعض German جيرمان يعني ألماني أو اللغة الألمانية يبقى جيرمان يعني ألماني أو اللغة الألمانية بعد كده عندي رايتنج writing. رايتنج writing. Writing. نقول مع بعض رايتنج رايت يعني يكتب رايتنج اللي هي إيه؟ اللي هي الكتابة بعد كده عندي math 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 اللي هي ماده الرياضيات يبقى german اللغه الالمانيه وwriting كتابه وماث ماده الرياضيات بعد كده عندي music 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 ميوزك اللي هي الموسيقى music اللي هي الموسيقى بعد كده عندي science 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 اللي هي ماده العلوم ساينس اللي هي ماده العلوم بعد كده عندي english 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 اللي هي ماده الانجليش او اللغه الانجليزيه بعد كده يا شاطرين عندي حاجه اسمها geography geography نقول مع بعض geography geography اللي هي الجغرافيا ماده ايه الجغرافيا يبقى german اللي هي الالماني writing الكتابه math اللي هو ايه الرياضيات music موسيقى science العلوم English English و geography ماده الجغرافيا بعد كده يا عندي Arabic Arabic اللي هي ايه اللغه العربيه Arabic اللغه ايه اللغه العربيه بعدين عندي PE PE ولما نلاقي ال P وال E capital فمعنى كده ان دول اختصار لكلام تاني الكلام التاني اللي هو physical education physical education اللي هي مادة التربية البدنية او الالعاب يبقى ال P E هي physical education او ايه او التربية الرياضية اللي هي الالعاب بعد كده عندي art art وزي ما انتم شايفين من الالوان والفرش ماده الارت اللي هي ايه اللي هي الرسم بعد كده عندي سوشيال studies social studies social studies اللي هي الدراسات الاجتماعية اللي هي طبعا ايه جغرافيا وتاريخ يبقى social studies اللي هي الدراسات الاجتماعية بعدين يا حلوين عندي بيانو lesson بيانو ليسون بيانو ليسون يعني ايه يعني درس بيانو وده تبع ايه وده تبع طبعا الميوزك اللي هي ايه اللي هي الموسيقى بعد كده يا شاطرين عندي ريدنج 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 اللي هي القراءة ودي طبعا حاجة مهمة جدا بنعملها فين بنعملها في اللايبراري او المكتبة يبقى اخدنا رايتنج اللي هي الكتابة واخدنا ريدنج اللي هي القراءة يلا بينا مرة تانية نقرأ الكلمات أول حاجة Arabic اللي هو زي ما قلنا العربي PE أو Physical Education التربية الرياضية Art اللي هو الرسم Social Studies دراسات اجتماعية بيانو لسن درس البيانو واخيرا كلمه ريدنج اللي هي القراءه اللي جايه من الفيرب read او يقرا تعالوا بعد كده يا حلوين نروح لكلمات تانية عندي كلمة word اللي هي الكلمة وقصادها الميننج المعنى أول كلمة عندي هي كلمة before 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 يعني قبل before يعني قبل يعني أنا بعمل إيه حاجة قبل بعد كده ميوزيكال انسترومنت ميوزيكال انسترومنت احنا قلنا ان ميوزيك يعني ايه ميوزيك يعني الموسيقى طيب ميوزيك ليسون او بيانو ليسون درس بيانو ميوزيكال انسترومنت يعني اله موسيقيه يبقى كلمه ميوزيكال دي ادجكتيف او صفه معناها موسيقي يبقى ميوزيكال انسترومنت اله موسيقيه لانش 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 اللي هي وجبة الغداء لانش اللي هي وجبة الغداء وقلنا ان الميلز او الوجبات هما ايه بريكفاست الافطار وبعدين لانش الغداء وبعدين اللي هو ايه الدينر او العشاء بعدين عندي كلمة افترنون 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 اللي هو وقت الظهيرة afternoon وقت الظهيرة اللي هو وقت الظهر بعدين فنش finish, finish. finish اللي هو الفيرب أو الفعل بمعنى ينهي أو ينتهي finish يعني إيه؟ ينهي around around يعني حوالي around يعني حوالي مقول around 7 o'clock يعني حوالي الساعة كام؟ حوالي الساعة 7 بعدين عندي morning 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 اللي هو الصباح أو صباحا عندي الأوقات morning اللي هو الصباح و afternoon اللي هو وقت الظهر وبعدين evening اللي هو إيه؟ اللي هو المساء بعدين كلمة day off day off day off يعني يوم عطلة اللي هو إيه؟ اللي هو holiday holiday اللي هي أجازة ممكن إيه؟ المساوي لها day off day off بعدين عندي كلمة club 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 اللي هو نادي club نادي وعندي كلمه سبورتس كلوب اللي هي النادي الرياضي يبقى كلوب يعني نادي سبورتس كلوب يعني نادي رياضي بعدين عندي كلمه فولي بول فولي يعني كره طائره الفولي اللي هي الكره الطائره وبعدين عندي ستارت 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 يعني ايه ستارت ستارت يعني يبدا Start يعني يبدأ والعكس بتاعها ايه يا حلوين؟ العكس بتاعها finish اللي احنا اخدناها فوق بمعنى ايه؟ بمعنى ينهي طيب بكده حلوين تكون الكلمات انتهت بعد الكلمات هنروح لإيه يا ترى زي ما قلنا في أول الدرس هنروح لأصدقائنا وهنتعرف على اليوم الدراسي بتاعهم يا ترى إيه المواد اللي بياخدوها اليوم الدراسي بتاعهم بيبدأ إمتى وبينتهي إمتى تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة يا حلوين عندي مين عندي مارك مارك بيعرفنا بنفسه فبيقول هاي أم مارك أم أمريكان يعني أهلا أنا مارك وأنا إيه وأنا أمريكي بعد كده بيقول I start school at 8 o'clock يبقى لو عايزة أقول أنا ببدأ المدرسة الساعة كام بقول I start school at 8 o'clock هو بيبدأ المدرسة الساعة كام بيبدأ المدرسة الساعة 8 الصبح بعد كده بيقول in the morning يعني في الصباح we have writing and math then music or PE يعني في الصبح او في الصباح احنا بناخد ايه بناخد كتابة وبناخد ماث اللي هي الرياضيات بعد كده بناخد ميوزك موسيقى او بي او تربية رياضية يبقى لو عايزة اقول انا عندي حصة معينة او احنا بناخد الحصة الفلانية بنقول we have we have او I have يبقى انا عندي او انا باخد I have أو we have يبقى عندنا writing و math وبعد كده عندنا music موسيقى أو تربية رياضية We have lunch at كام 12 We have lunch يعني إحنا بنتناول وجبة الغداء الساعة كام الساعة 12 Then in the afternoon we have science and reading وبعدين في وقت الظهيرة بيبقى عندنا إيه بيبقى عندنا science وعندنا إيه عندنا reading عندنا علوم وعندنا قراءة طب يا حلوين عايزين نقول حاجة مهمة الفيرب هاف أو الفعل هاف ليه كذا معنى احنا خدنا هنا المعنى اللي هو ايه المعنى اللي هو عندي حصة دراسية اللي هي we have طيب بالنسبة للأكل برضو we have بس بمعنى ايه بمعنى يتناول يبقى have عنده حصة دراسية او have يتناول وجبة معينة يبقى قال we have lunch at 12 عندنا ايه بنتناول ال غدا الساعة 12 وبعد كده في الافترنون او في فترة الظهيرة we have science and reading عندنا reading اللي هي القراءة وعندنا ساينس اللي هو ايه اللي هي مادة العلوم طيب we finish school at around 3 يبقى احنا بنخلص المدرسة حوالي الساعة كام حوالي الساعة 3 يبقى يا حلوين لو احنا عايزين نقول احنا بنبدأ المدرسة بنقول we start we start school طيب لو عايزين نقول احنا خلصنا اليوم الدراسي هنقول we finish school we finish school طيب قبل الساعة بنستخدم ال preposition أو حرف الجر at أقول at 8 o'clock at 3 o'clock أو أي وقت أنا عايز أتكلم عنه بقول at بقول إيه at لو عايزة أتكلم عن مادة دراسية إحنا بناخدها بقول we have لو عايزة أتكلم عن وجبة إحنا بناكلها برضو بنقول إيه بنقول we have بنقول إيه we have بعد كده بيقول إيه we don't have school on Saturdays and Sundays يعني إيه يعني إحنا ما عندناش مدرسة أيام السبت وأيام إيه وأيام الأحد يبقى دي عبارة عن إيه عن day off day off يوم عطلة تمام عندهم العطلة يوم ايه ايام السبت وايام الاحد هنقول لو احنا ما عندناش هنقول we don't have وي don't have هننفي الهاف اللي هي ايه اللي هي عندنا باننا نقول don't يعني ما عندناش يبقى we don't have school on saturdays and sundays يبقى saturdays و sundays دي عباره عن ايه عباره عن ايام عطله وبكده يبقى عرفنا مارك بيقضي اليوم بتاعه ازاي اليوم بتاعه بيبدا ازاي وبيبدا امتى وبينتهي امتى وكمان ايه الحاجات او المواد الدراسيه اللي هي اللي بياخدها طوال اليوم هنروح لصديقه تانية وصديقتنا ماري وماري طبعا تعرفنا عليها قبل كده هتعرفنا بنفسها مره تانية بتقول هاي ام ماري ام فرينش يعني اهلا انا ماري وانا ايه وانا فرينش طب يا ترى يعني ايه فرينش يا حلوين France يعني برافو يعني فرنسيه يبقى she is from France يعني هي منين هي من فرنسا بعد كده بتقول لنا i start school at 8 o'clock انا ببدا المدرسه الساعه كام الساعه 8 طبعا الحاجات دي بقت سهله بالنسبه لنا زي ما قلنا هنقول i start يعني انا هبدا المدرسه الساعه كام الساعه 8 بعد كده هتبدا تعرفنا على اليوم الدراسي بتاعها بتقول in the morning يعني في الصباح we have writing and math الصباح عندي ايه عندي writing كتابة وعندي ماث رياضيات then German or English بعد كده هيبقى عندي يا إما إنجلش يا إما جيرمان يا إما إنجليزي يا إما إيه يا إما ألماني we have lunch at يعني أنا عندي إيه أنا عندي الغداء أو بتناول وجبة الغداء الساعة كام الساعة 11 و 45 يعني 12 إلا ربع هنقراها ازاي حلوين هنقول 11:45 اوكي 2 الساعه كام بقى لحد الساعه 2 اللي هي 2 clock يعني وجبه الغداء عندهم من الساعه 12 الا ربع لحد الساعه كام لحد الساعه 2 بعد كده بتقول we finish school at around 4 30. احنا بنخلص المدرسة الساعة كام؟ الساعة أربعة ونص، طبعا الساعة دي كلها ايه ديجيتال أو ديجيتس عبارة عن أرقام، فهنقول ايه؟ هنقول أربعة ونص اللي هي 4:30، 4:30، and we have school on Saturday mornings but we don't have school on Wednesdays and Sundays. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا عندنا مدرسة أيام السبت صباحا ولكن ما عندناش مدارس امتى ما عندناش مدارس يوم الاربع ويوم ايه ويوم الاحد وهي جمعتها علشان تقول ايه علشان تقول ايام الاربع وايام الاحد يعني كل اربع وكل حد ما عندناش ايه ما عندناش مدارس تمام يبقى كده عرفنا اليوم بتاع ماري بيبدا امتى وبينتهي امتى وايه المواد اللي هي بتاخدها بعد كده هنروح يا حلوين لصديقه تانية اللي هي وانغ من طبعا عارفين كلنا ان وانغ من تشاينيز يعني صينيه هتقول هي ام وانغ يعني اهلا انا وانغ من ام تشاينيز وانا ايه وانا صينيه يبقى she is from China اوكي okay. طيب I start school at 7.30 يعني أنا ببدأ المدرسة الساعة سبعة ونص بعد كده هتقول لنا يومها الدراسي في إيه يا ترى بتقول in the morning يعني في الصباح we have writing and math عندنا كتابة وعندنا إيه وعندنا رياضيات طبعا ملاحظين إن كل أصدقائنا يومهم الدراسي بيبدأ writing أو الكتابة geography and English عندي geography جغرافيا وعندي إيه وعندي English we have lunch from 12 o'clock to 2 o'clock يعني انا عندي ايه عندي وجبه الغداء او البريك بتكون من الساعه كام بتكون من الساعه 12 لحد الساعه كام لحد الساعه 2 we finish school at around 6 بيخلصوا طبعا المدرسه الساعه 6 ودي طبعا 6 بي ام يعني ايه يعني بيخلصوا المدرسه الساعه 6 مساء بيخلصوا متاخر بعد كده يا حلوين بتقول after school I do homework and have piano lessons بتقول إنها بعد المدرسة بتعمل إيه يا حلوين بتعمل الواجب بتاعها وبعد كده عندها دروس بيانو يبقى بتتعلم البيانو بتاخد دروس بيانو بعد المدرسة وبكده نكون عرفنا اليوم الدراسي بتاع وانج من بيبدأ إمتى وبينتهي إمتى وإيه المواد اللي هي بتاخدها we have school we have school on sundays عندها مدارس ايام الاحد يبقى ما عندهاش اجازه يوم الاحد زي ايه زي باقي اصدقائنا ونروح يا حلوين لوليد وطبعا وليد مصري فبيقول ايه بيقول هاي ام وليد يعني اهلا انا وليد ام ايجيبشن يعني انا مصري يبقى هي از فروم ايجيبت يعني هو من مصر طبعا هنعرف ان اليوم الدراسي بتاعه مشابه لليوم بتاعنا I start school at 8 o'clock أنا ببدأ المدرسة الساعة كام؟ الساعة 8 In the morning في الصباح We have Arabic, English and Math في الصباح أنا عندي عربي وعندي English وكمان عندي إيه؟ عندي Math رياضيات Then in the afternoon we في فترة الظهيرة We have Science, Social Studies and Arts and Discover بعد كده في فترة الظهيرة احنا عندنا ايه؟ عندنا علوم وعندنا social studies اللي هي دراسات اجتماعية and arts رسم in discover طبعا يعني ايه discover discover يعني يا حلوين يعني اكتشف مادة ايه؟ مادة اكتشف بعد كده we have we finish school at around two يعني بنخلص المدرسة الساعة كام؟ بنخلص المدرسة الساعة اتنين then we have lunch at home وبنتناول وجبة الغداء فين؟ بنتناول وجبة الغداء الغداء في المنزل after school بعد المدرسة I go to the club أنا بروح النادي to play volleyball بعد المدرسة بعد ما خلصت المدرسة بروح النادي علشان أعمل تمارين أو ألعب الفولي بول بلعب كرة إيه؟ بلعب كرة طائرة We have no school on Imtaba, Fridays and Sundays, okay? سوري هي مش واضحة كويس وي هاف وي هاف نو سكول اون فرايدايز اند ما عندناش مدرسة امتى يا حلوين ما عندناش مدرسة يوم الجمعة او ايام الجمعة وايام السبت طبعا كلنا عارفين ان الجمعة والسبت اجازة يبقى وليد يوم الدراسي بيبدا زينا وبيخلص زينا والمواد الدراسية اللي بياخدها نفس المواد الدراسية اللي احنا ايه اللي احنا بناخدها وبكده يا حلوين يبقى اتعرفنا على اصدقائنا واتعرفنا هما منين طبعا وعرفنا ايامهم بيقضوها ازاي اللي هو اليوم الدراسي بتاعهم بيبدا امتى وبينتهي امتى وبياخدوا ايه في اليوم الدراسي بعد كده يا حلوين هنروح لللانجوج نوتس او الملاحظات اللغويه وفي اللانجوج نوتس النهارده عندنا حاجه بسيطه جدا اللي هي لو عايزين نسال عن الشخص العاقل يعني اقول من اقول من طب يا ترى من يعني ايه من يا حلوين يعني هو من يعني هو هو لو عايز اقول انت مين هقول هو ار يو هو ار يو يعني من تكون من تكون طيب لو حد عمل حاجه معينه وعايز اقول هو عمل ايه او مين اللي عمل كده هقول هو دو ذس هو دو ذس من فعل هذا طيب تعالوا ناخد امثله اكتر عندي ايه يا حلوين؟ عندي عايزه اسال على اللي بيعزف على اله موسيقيه هقول هو بلايز ا ميوزيكال انسترومنت هو بلايز ا ميوزيكال انسترومنت يعني مين اللي بيعزف على الاله الموسيقيه فكانت الاجابه ايه؟ كانت الاجابه ساره كانت الاجابه ايه ساره يبقى لو عايزين نسال يا حلوين من اللي هي بتسال عن الشخص هنستخدم إيه؟ هنستخدم هو هنستخدم إيه هو بمعنى من طيب ناخد مثال تاني هو has lunch before the others يعني إيه هو has lunch before the others؟ يعني من يتناول وجبة الغداء قبل الآخرين والإجابة هتبقى إيه؟ الإجابة هتبقى بشخص طبعاً اللي هو مين؟ اللي هو آدم يبقى لما نسأل بهو أو من الإجابة هتكون بإيه؟ هتكون بشخص أو عاقل اللي هو إيه برضو؟ اللي هو الشخص وبكده يا حلوين يكون الدرس الرابع انتهى أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا نتقابل قريب جداً بإذن الله في الدرس الخامس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته